فرحان انت بال20,000؟ ما هو بالمعنى اللي انت فاهمه. انا فرحان بعملي وشهادتي وفوق كده انفعالاتي. انا نزلت الشارع لوي واشتغلت اشغال شريفه تجيب قرش. صحيح هي اشغال بسيطه وما هي قد العلم اللي انا تعلمته، لكن لو ما كان عندي انفعال هزني وهمه حركتني كان قعدت في البيت ولا سالت. يعني ايش ناوي تفهمني؟ رايح اوصيك وانصحك بس، انت اخويا. نجاحك في اي طريق انت ماشي فيه خطا ما هو دليل انك عايش. طعم حياتك ونجاحك تفقدهم اذا ما كان عندك انتماء للبلد واهل البلد. الانتماء لوي هو الصدق، هو الاخلاص، هو الدم اللي يجري في عروقك. والله ما ادري ايش راح يكون حالك لو استغنى عنك في الوظيفه. ولا حاجه، اكون قلقان. ايمان وعلم يا لؤي يبعدوا عني كل المخاوف. انا ما اقدر اقول لهم، هم اللي يجوا ويقولوا نبغى الزواج في اليوم الفلاني. افرض ما جو ويبغوكم انتوا تفتحوا معاهم السيره، نقعد مستنيينكم. كان التاخير عشان ياسر ما توظف، وتوظف الحمد لله، ودحين ما بقي شيء، هم اللي فاتحونا. طيب انا اقول لهم. اصحي تقول لهم، بعدين يفكروا احنا اللي ارسلناكي عشان تقولي لهم. ما شاء الله تبارك الله، الحقيقه شيء جميل يا مبارك يا ولدي. عسى دبرت الفلوس يا عم منصور. ان شاء الله ادبر لك، بس ادعي لي. ربنا كريم، وعقبال ما تخلص الفله وتسكن فيها ان شاء الله. ان شاء الله، عن اذنك. تفضل. الله الله الله، ما شاء الله عليك، متى طلعت البيانات هذه؟ انا طلعتها وسجلتها في الكمبيوتر كمان، وما بقي غير استحصالها. استحصالها عليك، وتشجيعا لاجتهادك انا قررت لك نسبه من التحصيل، ايش رايك؟ كتر الف خيرك طال عمرك، انا رايح اجتهد واجتهد لين ترضى عني وتثق فيي. انا وثقت فيك من قبل ما اشوفك، لانك انسان متفوق ومجتهد في دراستك، ورايح اوقف معاك في كل اللي يخصك. انا ما عندي شيء شاغلني غير جوازي من بنت عمي. انا نسيت اقول لك، احنا الموظف اذا تزوج وهو شغال عندنا نعطي له راتبين اكراميه تشجيعا على الزواج. تفضل يا خاله، هذه شويه فلوس خليها معاكي. من مين الفلوس هذه؟ انت خديها وبس يا خاله. اخذها اذا عرفت من مين ومن فين. انا من الرجال قدامك يا خاله. رجال وسيد الرجال، لما تشتغل وتتوظف اخذ منك، خليهم معاك دحين يمكن تحتاجهم. انا ما احتاجهم، انا جيتك هنا عشان اجيب لك هي. وبعدين ابوي اعطاني هي وقال لي اسال عن خالتك. ارتحتي؟ ربنا ما يحرمني منكم يا ولدي ويرزقكم الرزق الحلال. خالتي انت ليه ما بتجينا؟ لما امك تعقل وتبطل شر في بيتها اجيكم. حالة كده ما انت رايحه تجينا. اجيكم يا لؤي، بس ربنا يريح الخواطر. ما انت رايح تقول لي فين بتشتغل؟ ولا ما تبغى تعرفني؟ لو مصممة رايح اقول لك، لكن احب اعرفك يا امي، راتب اخوي في 12 شهر اجيبه انا في شهر واحد. طيب لا حد يسمعك ويهون اهلك كلها علينا. الفلوس اللي كانت عندك فين وديتها؟ شغلتها وجاتني زيها مرتين. وفين وديتها؟ في حسابي في البنك. تحب اجيب لك فلوس يا امي؟ ارفع لي هي معاك في البنك وخلي بالك منها، ولا تجيب سيرة لأبوك عليها. هذه ورقة بالمكافأة اللي وعدتك بيها، المبالغ اللي جبتها كبيرة والمكافأة كمان كبيرة. إن شاء الله أكون لحسن ظنك. أكثر يا ياسر، أنت أثبتت لي شطارتك وحبك في العمل. روح دحين للصندوق، وإذا نقص عليك شيء قل لي. باقي المستحقات رايح أتابعها إن شاء الله. هذا شيء راجع لك، تجيب تاخذ وربنا يوفقك. طيب عن إذنك. اتفضل يا عمة، هذه هدية بسيطة ومتواضعة لهند. لهند؟ افتكرتها لي انا يا ولد اخويا. ابشر يا عمة، من عيوني اجيب لك. بضحك معاك يا ياسر، ربنا يسعدكم. امين ان شاء الله. تفضل شوف يا اخويا. ما كان اللزوم كله هذا يا ابني، وراك مصاريف كثيرة. اقوم اعطي العروسة هديتها وافرح امها. تلاقي منى ما حد قدها اليوم. يمديها فرحانة، عريس راتبه 20,000 ريال. اقعدوا للولد، ما تصيب الا عين الحبيب.
الولد هذا نجوزه ونتخلص منه ومن القر عليه. تجوزه قبل ما تاكل من خيره؟ لا ابغى خيره ولا ابغى شره، كفاني خلاص. جوزوه عشان احنا كمان نفرح بيه ونسوي جواز ونعزم صاحباتنا. انتوا افرحوا ولا جيبوا لي الهم؟ بنت اخوك فين وولدي فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بالله ما انت مستكتر على بنت اخوك اللي لا وراه ولا قدامه، عريس زي ولدك راتبه 20,000 ريال. اخويا جواهر اعطى ياسر بنته قبل ما يتوظف، ودحين توظف وصار كبير واهل عروسته ما هم من مقامنا ولا يصلحوا لنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مبروك يا أبلة سميرة، يقولوا جواز بنتك قريب. إن شاء الله نسوي الملك الأول. لا تنسي تعزمينا في الجواز. معقولة يا أبلة؟ أنتوا أول ناس أعزمهم. كان نفسي ياسر يلبس الإسورة لهند بيده، يسوي الملكة ويلبسها. ملكة وزواج على طول، ليه الخسائر هذه؟ كان فتحت الموضوع مع ياسر ورسيته على بر، ولو انه جيته هذه فيها معنى ومفهومه كمان. تبغى اخوي يزعل مني؟ ناسي انه كبير انا، انا لو بنتي متزوجه غير ولده لازم اخذ رايه وشوره. انا شايفه نحضر للجواز خلاص، فساتين الفرح وملابس هند ومستلزماتها كلها، وحين يطلبوا الجواز نمسك محل الفرح ونطبع الكروت. وانا ايش لي انا؟ انا ابو العروس، يمكن اخوي وولده ما يبغى يسوي فرح، اروح اجبرهم؟ الحمد لله الحكاية هانت بين الناس، أهل العروسة وأهل العريس صاروا يشتركوا ويسووا الجواز مع بعض. أنا ما عندي مانع، بس نفسي أفهم ياسر بيسكن لوحده ولا مع أهله؟ طبعا لوحده، هي شقتهم تكفي مين ولا مين؟ لو الفيلا خلصت كان يمكن، لكن بالحالة هذه ما أعتقد. عن إذنك يا محمود أحضر لبنتي حاجاتها الضرورية. يا ترى أنا رايحة أسير مع أهل العروسة ولا مع أهل العريس؟ أنت مننا يا عمة. شوفونا وقت نروح في بيت أخويا منصور ونتكلم في الموضوع قدام أمي. بكرة نروح لهم ونسهر عندهم كمان. أرجوك يا محمود اهتم في الموضوع، زميلاتي المدرسات دوشوني كلهم بيسألوني متى فرح بنتك. محمود جاي هنا؟ جواهر ما قالت لك؟ ولا حد جاب لي سير؟ تلاقيها نسيت. محمود كلمها بنفسه، حتى عواطف جايه معاهم. عسى ما يكون جاي عشان موضوع بنته. ضروري يا ابويا، حتى لو هو ما فتح الموضوع انت كلمه عنه. وانا بيدي شيء يا بنتي، ما انت شايفه امك؟ يعني ايه شايفه امها؟ هو لعب بزوره يا منصور؟ الولد وافق على عروسته من يوم بيتي ورغبان يتجوز اليوم قبل بكره. الكلام هذا انا عارفه يا امي، لكن جواهر ايش اسوي فيها؟ جواهر اللي رايحه تتجوز ولا ياسر؟ لا تصدم اخوك في بنته يا منصور، كفايه اللي بيصير له بسببك. ايش بيصير له يا امي؟ ولا حاجه، دحين اخوك يجيك وتفهم معاه. اتفهم معاه كيف بس؟ الولد يبغى الجواز وامه رافضه، وانا احترت ايش اسوي يا امي؟ راضي زوجتك وفهمها ولا تخلي الناس يضحكوا عليكم. قوم اتكلم معاها واقنعها قبل اخوك ما يجي. ما تقوم تلبس؟ انا جاهزة. البس؟ البس نروح فين؟ نخرج، نروح اي مكان. والناس اللي وعدوكي وجايين؟ ناس مين كمان؟ محمود اخويا واهله وعواطف. جايين لامك، ما هم جايينك انت. يعني انت عارفة انهم جايين؟ انا ما اعطيت احد كلمة عشان يجوا. هو انت تعطي احد كلمة عشان يفهم كلامك؟ كل كلامك غمغم ولا يفهم منك شيء. انا كده، واللي ما هو عاجبه يدور على راحته. اتحملت كثير عشانك وانت سمعت باذنك، وانا ما عاد فيها صبر. استقبل في بيتي ناس يكرهوني وما يبغوني، انا كمان اكرههم وما ابغاهم. ها؟ كلام ايه هذا يا جواهر؟ الكلام اللي سمعته وكفاني ما جاني منهم. افهم ايه اللي جاكي منهم؟ قولي لي يا جواهر، ايش اللي جاكي منهم؟ لا تبكي ارجوكي.
أنا شايفة اللي أنت فيه وما بدي أزيدك، لكن الكيل طفح علي. أختك وأخوك ومرت أخوك ما بيخلولي ولا يبقولي في التليفون عشان جواز بنتهم، كأني أنا مانعتهم. إحنا رايحين ندخل في مشاكل قبل جواز الولد. أنا ما أقبل أحد يكدر عليكي، وإذا كان يبغوا الولد ياخدوه ولا يتلحقوكي بكلام. أنت وما أولادي يا جواهر هم اللي كاسرين رقبتي أولادي، ولا كان وقفت كل واحد عند حده. على أي حال خلي الليلة هذه تمشي وأنا أتصرف. يلا قومي غسلي وجهي، قومي. أعتقد وصلوا. عواطف ليه ما جات معاكم؟ جوها ضيوف، إذا خرجوا بدري رايحة تجي. عن إذنك يا جدة. تفضلي يا بنتي. كلم أخوك في موضوع الجواز، الولد يبغى يتجوز. ليش هو ياسر ما جا؟ العادة يتأخر في شغله ما يجي بدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخويا؟ محمود بيكلمك يا منصور. نعم. أقول كيف حالك يا أخويا؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. الحمد لله. اتصلت بك اليوم أنا في المكتب قبل ما اتصل في البيت، رد علي الفراش وقال إنك في الصلاة. شو أخبار العريس وشو أخبار الوظيفة؟ أخباره حلوة تفرحك يا محمود. البنات فين راحوا سيبونا؟ في غرفتهم. ما أدري يا أم ياسر، فكرتوا في الجواز والموعد ولا لسه؟ الأيام بتجري، عارفة الأيام هذه مواسم جوازات، وإذا ما مسكنا كل شيء من بدري ماني لاقي حاجة بعدين. أنا بكلم نفسي جواهر، أنا إيش اللي جابني هنا؟ إيش فيك يا أخويا؟ من ساعة ما دخلت وأنت ولا كلمة ولا هرجة. زعلان مني في حاجة؟ إذا زعلتك في حاجة قولها قدام أمي، أنا ممكن أعتذر منك حتى إذا ما عملتها. كل شيء في وقته حلو يا محمود. مناسبك يا أمي اللي بيسوي فينا هذا؟ ما هو مناسبني يا ولدي، لكن ما علي. منصور غرقان في هموم الدنيا، لا تأخذ علي. من فضلك قوم وديني بيتي. إيه صار أنت كمان؟ جواهر قالت لك حاجة؟ هي كلمتني ولا اعتنتني؟ من ساعة دخلت لها وهي مكشرة ولاوية بوزها، ما كأني في بيتها يا لطيف. مثل زوجها بالضبط. جواهر طبيعتها كده يا بنتي. أنسى اللي صار، أنت مرت ولدنا العاقل يا سميرة. لو ما أنت في هذا البيت أنا ما أدخله. كتر خيرك يا بنتي، وبرضه عشان خاطر الاثنين اللي ما لهم ذنب. وأنا اللي جاي عشان أتكلم في موضوعهم، يا ريتني ما ورطت بنتي هالورطة هذه. عيب يا محمود، لا تقول كلام زي كده. برضو منصور أخوك وأكبر منك. نادي على هند وخلينا نمشي. والله ما أنتوا ماشيين، أتعشوا أول وبعدين أخرجوا. أقول لكم جواهر بتسوي كده ليه؟ تبغاني أبيع العمارة. إذا تجوزتي ما تحبي تسكني معانا؟ ياسر لي يقرر، أنا ما بيدي شيء. يا ريت شقتنا كبيرة وتسكني معانا، كنا نتسلى مع بعض. وبكرة تتجوزوا أنتوا وتسيبوني. ما هو باين، ليالي العيد تبان من عصاريها. ليه؟ الله يسعدكم تتجوزوا. خلينا دحين في فرحك أنتي، فين رايحة تخيطي فستان الفرح؟ أمي تعرف خياطة جيدة وما تاخذ فلوس كتير. أنتي لازم تشوفي مشغل ياخذ فلوس كتير، جوزك عنده وظيفة طيبة. نكدنا على نفسنا ورجعنا. ولا نكدنا على نفسنا ولا شيء، بنتي ما هي بايرة، وبيت أخويا ما يصلحونا ولا نصلح لهم. وإحنا إيش لنا فيهم؟ جوزها يسكنها بعيدة عنهم. وتبغينا أقول لهم الكلام هذا؟ من بكرة لو تقدم عريس لبنتي راح أزوجها، إحنا لسه ما ارتبطنا. لا يا محمود ارتبطنا، جاك منه شيء؟ كفاية اللي جاني من أهله، وأبغى أعرفهم إن بنتي ما هي رخيصة ولا هي بايرة. كده نكدت على بنتك؟ ولا نكدت على بنتي ولا شيء، لازم تفهم اللي هي فيه قبل ما يوقع الفاس في الراس. إذا تبغاها تعرف، خليها تجي منهم ما تجي منك. وهي ما جات منهم ما باقي اللي يقولوا هونا. لا تبين اسمعها منهم يعني؟ لن تشاعر ببنتك ولن تشاعر بالموقف صعوبته.
إذا أخوك ما همك عشان تصرفاته معاك، أمك اللي تدور على رضاها نسيتها؟ يا عيني عليك يا بنتي وعلى حظك. هاي يا لؤي، فين المشروع الكبير اللي قلت لي عليه؟ مشروع المدارس الخاصة اللي تكسب ذهب. انت علق معاك الموضوع ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي لازم يعلق، بدام يكسب ذهب لازم يعلق. احنا لو اشتغلناه بطريقتك رايح نكسب اكتر من ذهب. حلو. ولو اشتغلناه بضمير وامانة يا دوب حق الناس للناس. شوف يا صادق، هذه الحدود الاقتصادية لمشروع المدارس الخاصة، فلوسها فوري، تاخذ قبل ما تعطي. لا دخيلك، انا ما ابغى ادفع، انا ابغى اخذ وبس. اقساط المدارس ما هي موحدة وفيها معونة من وزارة المعارف، لا تبان ولا تصغر. حلو، هذا المشروع الحقني بيه الله يخليك. أنا رايح أفرض رسوم عالية على الطلبة ورواتب متدنية للموظفين والمدرسين، وأغطي مصاريف المدرسة من إيش؟ من أجور الباص والزي المدرسي والزي الرياضي والمقصف المدرسي كمان، وبكده أنا أكون غطيت المصاريف وربحي صار 100%. ما تشرب الشاهي برد؟ ايش حكايتك اليوم؟ من ساعة ما رجعت وانت ساكت، صار شيء من اخوك ومرت اخوك؟ اخويا ومرت اخويا نسيت مشاكلهم. المصيبة الجديدة دحين جاتني في الشغل. خير ان شاء الله يا ابويا، دوبك اخذ الوظيفة الجديدة. يا ريتني يا بنتي ما اخذت الوظيفة الجديدة ولا قبلتها. معاملة كلها مخالفات وسرقة حولوها علي. أرفضها؟ لا تقبلها؟ ما أقدر يا جواهر، من ضمن صلاحياتي الجديدة التوقيع على هذه المعاملة. لا تسويها يا أبويا ما دام ما أنت مقتنع بيها. لو سويتها يقولوا عني مرتشي وأكلت فيها، ولو ما سويتها يزعلوا مني ويقعدوا لي. يا بنتي راقب الله ولا تخاف من الناس، سمعتك واسمك أهم من أي شيء. إحنا ناقصنا مشاكل، لا عاد تجيب لنا مشاكل الشغل في البيت. ربنا يسهل. المعاملة المضروبة هذه ما راح أسويها وأخرجها من عندي لو على رقبتي. وخليهم في الشركة يسووا اللي يبغوا يسووا، والرزق على الله. ما أنت مكسوفة من نفسك؟ بعد العشرة هذه كلها تسوي في جوزك وفي أهله السواية هذه؟ ايش اسوي يا اختي؟ لاصق في اهله لصق. اهله هم اللي اختاروكي وجوزوكي منصور، ولا نسيتي يا جواهر؟ اسمع يا اختي، الرجال ما بينخاف منه ولا ينحسب له حساب الا اذا كبر في السن واولاده كبروا، ساعتها يقرر ويرتاح من اللي كان فيه مع زوجته. يعني ايه؟ يطلقني؟ اذا زاد عليه الكيل يطلقك، ايش يمنعه؟ صبروا عليكي رايح يكون مؤقت، وطلاقك منه رايح يكون مؤجل، يعني بيفكر فيه من زمان. اللي زي منصور ما يقدر ولا يفكر كده، فين رايح يروح ببناته وأولاده؟ كتر الدق يفك اللحام زي ما يقولوا. أهله يبعدوا عني وأنا بخير. إيش ناوية تسوي فيهم أكتر ما أنت مسوية؟ الكل منهم يخاف يدخل بيتك، جايبت لهم الرعب يا لطيف. ولا أنت ناوية تجوزي الولد ولا أنت ناوية تجوزي البنات؟ الولد وقع ولازم أخلصه، والبنات ما أجوزهم وأنا في هذه الشقة. خليهم يا أختي، خلي ليهم ألين تنتهي مدة صلاحياتهم ويعنسوا زي ما قالت ستهم. يخص عليك يا أسماء، أنت كمان زيها؟ بناتي معلبات ولا قراطيس أدوية؟ المعلبات والأدوية إذا قعدت في المخازن أكتر من وقتها ما حد يشتريها، انتهت صلاحياتها خلاص، ما حد يشتريها إلا اللي ماله فيها كحيان. إذا كان مليان وعنده اللي يعيشها بقية حياتها يا أهلا وسهلا فيه. يعني عارفة مواصفات العريس؟ مهكع في سن أبوها ويمكن أكبر، المهم عنده، ما هو كده؟ ولا فاشل ماله مستقبل وعايش على غيره؟ وبأي طريقة الله أعلم به. أنا جيتك عشان أشتكي لك وأتفكك معاكي، تقومي تزيديني هم على همي؟ شايفتك مبسوطة الليلة يا ولدي، خير إن شاء الله. ومتى شفتيني زعلان يا أمي؟
أنا كل يوم بكبر على اللي قبله. حاسة فيك يا ولدي، عشان كده أريد أجوزك وأنت بخيرك. أبوك الله يرحم ما ورثك شيء، هذا كله من خيرك. أنت فهمت أني بكبر في السن؟ لا يا ست الحبايب، أنا أكبر بالوجاهة في المال، ولدك صار من أصحاب الملايين يا أمي. وإيش منتظر يا ولدي؟ المال ما شاء الله عندك، والفيلا حقتنا مو ناقصها غير العروس. العروس بدري عليها يا أمي، لما أحقق طموحاتي كلها وما يصير في أحد زيي، ديك الساعة أفكر أتجوز، وأنت اللي تخطبي لي يا ست الكل. عظيم عظيم، شغلك كله تمام. لازم نزود لك المكافأة ولا نعطيك نسبة؟ إيش تحب، مكافأة ولا نسبة؟ إلا شوف طال عمرك. أنا أقول نسبة أحسن. المعاملة هذه فيها 100 مليون ريال، نسبتك فيها 1%، يعني 1,000,000 ريال. ما هي كثيرة عليك. تعرف العنوان ولا أدلك؟ أعرف أعرف طال عمرك، هذه الشركة يشتغل فيها أبوي. ما شاء الله، مبروك عليك 1,000,000. وانت ايش لك فيها؟ انا المسؤول عنها يا ابويا، ولي نسبه فيها. خلي صاحب الشركه اللي ارسلك يراجعني، وانت خليك بعيد عن هذه المعامله يا ولدي. وظفوني عندهم ليلا ما هم يراجعوك. ارجوك ابويا ساعدني اذا كان يهمك مستقبلي. وانت ساعدني وابعد عن المعامله هذه. ما اقدر ابعد عنها ولا اسيبها. انا تعبت يا ابويا، تعبت وتبهدلت وضاع سنين عمري كله عشان خاطر استقر واتوظف. ولما استقريت وتوظفت تجي انت توقف في طريقي؟ يا ولدي انا ما وقفت في طريقك. المعامله هذه ما تطلع من عندي مهما سار عليها، وانت لا تحرجني اكثر من كده، فاهم؟ اتفضل شوف شغلك. اكيد ابوك صابه شيء، لكن لو سبنا له البيت كلنا وخرجنا يعرف ان الله حق. ايش الكلام هذا يا امي؟ احنا ناقصين مشاكل؟ حسد البعيد خلاه يوقف في طريقك، كان رحت لغيره يمكن يساعدك. رئيس الشركة فوجئ انه ابوي عنده المعاملة، ولما عرف قال ما يحتاج اوصي عليك. يفتكروا ابو حنون يوقف جنبك ويساعدك، نسي ابوك اللي صار لك عشان الوظيفة. يجوز يكون معذور يا امي، لكن انا معذور اكتر منه. ضيع علي 1,000,000 ريال مكافأة وضيع اسمي في الشركة. خليه يجي وانا افرجك فيه. المعاملة اذا ما اخليه يمشيها ما اكون جواهر. رايحين تتخاصموا بسبب تاني؟ أنا أسيب البيت وأمشي أحسن. إيش أبو ياسر زعلان؟ أبوك آذاه ورايح يهججه من البيت. معقولة؟ أبوي أكثر واحد كان فرحان لما أخوي اشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين زعل أمك؟ أنت يا ولد؟ أنا دوبي داخل، لا لحقت أزعلها ولا لحقت أرضيها. مين زعلك يا جواهر؟ في أحد يزعلني غيرك في هذا البيت؟ أراضيك إذا كنت أنا اللي مزعلك. روح راضي ولدك اللي هججته من البيت وخرج. ولو ما رجع ياسر الليلة هنا أنا ماني قعدت لك في البيت. هو اشتكالك؟ طبعاً اشتكالي. يشتكي لك أنت اللي واقف في طريقه؟ أنا واقف في طريقه؟ اللي سويته معاه إيش تسميه؟ كيف لو ما كان ولدك؟ ولدي موظف في جهة تانية، إيش له إيش المعاملة عندي؟ يروح يصلح المخالفات اللي فيها وبعدين أنا مشيها. وإنت إيش لك؟ أعرضها على رؤسائك هم أدرابها. ما حد أدرابها غيري، الكل تخلى عنها. وإنت يا جواهر أرجوك لا تتدخلي. طيب أنا كمان ماني قعدت لك في البيت. لو ما ساعدت الولد ومشيت له المعاملة اللي عندك ما عاد تشوف وجهي تاني. قد كده أبوك راسه ناشفة؟ أمك ما كلمته على الموضوع؟ أمي قاربة على أبوي الدنيا وأنا سبت له البيت وخرجت. غلط، تسيب البيت وتخرج ما راح تجيب المعاملة. لازم ترجع البيت وتساعد مع أهلك كلهم وتقنعوا أبوك. يجوز تراجع عشان لا يخرب بيته. أشتكيتني لأمك يا ياسر؟ حتى أنا لو غلطت عليك يا ولدي ما كان لازم تخرج من البيت. شوف يا ياسر يا ولدي، المعاملة اللي بتجري وراها أنا ما أقدر أسويها. صحيح هي من صلاحياتي وما تمشي إلا بتوقيعي عليها، لكن أنا ما راح أسويها. خلي غيري يسويها ويتحمل مسؤوليتها.
كسرت رقبتي يا ياسر. تعال بكرة يا ولدي وخذ المعاملة. لا تأخذني يا أبوي، أنا لازم أخلص شغلي عشان أعيش. أنت مجنون؟ كيف تأخذها منه هو ما وقع عليها؟ تفتكر غيره يقدر يمشيها من غير توقيع أبوك؟ هذه صلاحيات يا ياسر. ما رضى يوقع المعاملة، أنا أخذتها منه بالعافية. رد له هي، إذا ما وقع عليها ما لها لزوم ولا رح تمشي. عشان خاطري يا أخويا، ولا أنا مالي خاطر عنده؟ إذا كان أنا أمه مالي خاطر عنده، راح يكون لك أنت أخته. يا جماعة فهموني، الموضوع ما هو بيني وبين ياسر، الموضوع بين شغلي والشركة اللي فيها ياسر. معاملة كلها مخالفات وأكاذيب، ضروري تتغير وتتصلح. أنت صلحها يا أخويا، المهم ياسر ما يتعطل شغله. أنا ما أقدر أصلحها، معاملة كلها مخالفات ولا ينفع فيها شيء. أنت اللي ما هو نافع معاك شيء، ناوي تكسر قلب الولد والبنت المخطوبين لبعض وتقطع العيلة من بعضها. أرجوك يا أمي لا تزعلي. إذا ما تبغاني أزعل مشي معاملة الولد. أنت ليه مخلي نقرك بنقر ياسر؟ عشان أتوظف وظيفة كبيرة غرت من ولدك؟ معقولة غار من ولده؟ الإنسان في الدنيا ما يتمنى أحد أحسن منه غير ولده. فهميها يا أمي فهميها. أنا عارف ليه ياسر ما رضي يتغدى معانا. قوموا يا بنات نادوه. أنا أقوم أنادي وحسك عينك تزعله تاني. الله يرضى عليك يا ولدي، شوف خاطر ياسر، والله ما يستاهل إلا كل خير. بس ياسر يا جدة؟ قول لكم يا بنتي، يا سلام عليك. هذه 10,000 ريال من عندي، مشي بيها حالك، ولما يوصل الشيك ونصرفه تاخذ نسبتك. الشيك اسبوع او اثنين يكون عندكم ان شاء الله. ترى انا ما سبت المعامله قبل ما امر الصرف يتوقع وارسله قدامي. كله باجره يا ياسر، عشان كده كافاتك من عندي. شيل الفلوس، حلال عليك. شكرا طال عمرك. يا ريت تشوف واحد يعقب على الشيك. انسى الموضوع هذا خلاص، الشيك رايح يجي في وقته. روح انت شوف شغلك وحضر لي بيان بالمستحقات الباقيه ان شاء الله. ايش اللي سويته يا عم منصور؟ المعامله كانت عندي لها مده طويله ماسكها، دحين لما خرجتها زعلوا. طول عمرهم يجروا وراها، اشمعنى دحين ما يبغوها تنصرف؟ لما كانوا يبغوها ما خرجتها يا عم منصور، ولما جاء ولدك ياسر اعطيته هي. والله يا ربي لا كنت ابغى اخذ ولا ابغى اعطي، لكن الضغوط اللي علي هي السبب. وهو ما صدقوا انك تغلط غلطه زي هذه، وسحبوا منك الصلاحيات ووقفوا ترقيتك، ويا خوفي كمان لا يفصلوك ويقدموك لمحاكمة. لو فصلوني وقدموني لمحاكمة وفضحوني على قولك أكشف كل أوراقي وعلي وعلى أعدائي. إيه ده يا ياسر؟ أنت يا ولدي مقبل على جواز وربنا يكون في عونك، أنا المفروض لي أقدم لك وأساعدك. بالعكس يا خالة، أنا الراجل المسؤول عنك زي أمي تمام. الخالة والدة كده تعلمنا منكم. الله يعلم قد ايه حبكم في قلبي، واتمنى سعادتكم كلكم. نفسي يا خالة اتجوز واكون اسره في اسرع وقت. وايش اللي مأخرك؟ امي وزعلها ورضاها والحالات اللي هي فيها. امك ما هي واقفه في طريقك، حدد انت واهل عروستك وكلنا جاهزين. ما اقدر احدد امي، ما هي في الصوره. امك علي انا، ولو انها عناديه وما تسمع كلام احد. كلامك انت تسمعه، وبعدها أقدر أحدد الموعد والمكان. إيش هذا يا أخ؟ بيانات إيه هذه اللي جايب لي هي؟ المستحقات الباقية اللي طلبتها. أنا ما طلبت منك شيء، بعدين البيانات هذه كلها غلط. فضل روح مكتبك راجعها. أنت ما شفتها يا أستاذ خالد، شوفها وأقراها تلقاها مظبوط. يعني قصدك أنا ما أفهم؟ استغفر الله، أنا ما أقصد، أنا قصدي يعني. من فضلك لا أسمع منك ولا كلمة، فضل روح على مكتبك. امسكوا المحل وبعدين دوروا على الباقي. الباقي كثير يا جدة. امك تتصرف. ام عريس
دخيلك يا جواهر لا تنسي حاجة. أمي لحد يوصيها، هي تتكفل بالضروريات كلها. الحاجات الثانية وزعوها بينكم. أنا علي لوازم الطاولات وزينتها، وأنا أسوي الكوشة، وأنا علي فستان العروسة. نبغى جوازنا يشن ويرن. ياسر أول ولد نفرح به. عن إذنكم كلكم، أنا خالة العريس ورايحة أسير القويمة. ايش بقى القام ما تبغى تنام؟ ما ادري يا لؤي. في حاجة زعلتك؟ حاجات ما هي حاجة واحدة. موضوع جوازك برضه؟ جوازي نسيته من اللي أنا فيه. هو إيه اللي أنت فيه؟ أبويا يا لؤي قال لي كلام شفته اليوم شوف العين. اللي يعيش أكتر يشوف أكتر، يا عمي طنش. يلا قوم نام، تصبح على خير. فستان الفرح اليوم موعده. إن شاء الله يطلع حلو يا أمي. إن شاء الله. خالة العريس وعمته بيجروا فرحانين، وأمه ولا كأنه ولدها يا لطيف. في أي رجال أنا بهمك؟ خير يا منصور، إيش بك؟ ما أدري يا أمي، الله يجعل العواقب سليمة. ما تقول في أي وتريحنا. يا بنات حضروا غدا لأبوكم. يا رب. إيش صار؟ أتكلم، أحد مات؟ أنا يا جواهر اليوم موتوني في الوظيفة، سحبوا مني كل الصلاحيات اللي أعطوني هي، وبكرة ما حد يعرف إيش يصير. فين المدير؟ سافر اليوم في الصباح. سافر راح فين؟ ما أدري والله، لكن في رسالة معي باسمك. أشوف كده؟ تفضل. فصل تسليم السيارة، فصل من الوظيفة. أنا إيش اللي سويته عشان يفصلوني؟ لازم أقابل المدير وأعرف منه أسباب الفصل. ما تدري المدير فين راح؟ ما أدري، دولة بيرجع له بعد شهرين ثلاثة. طيب السلام عليكم. الأيام بتجري وأنتوا بايشين. يا بالله علينا، لا إحنا بايشين ولا حاجة، إلا مستعدين وعلى أتم الاستعداد. الكروت وزعتوها؟ قولي تبعتوها. ما يقدروا يطبعوها قبل ما يمسكوا محل الفرح. الجدة صادقة عشان يكتب عليها العنوان. جواهر ساكتة ولا بتشاركنا في حاجة؟ جواهر أم عريس وعليها حاجات كتير. دخيلك يا جواهر لا تنسي شيء، لحسن في ناس ما تحل الفلوس هاي اللي تاخدها. والله حرام، الفلوس اللي بتندفع ما هي قليل. الموضوع هذا سيبوه على جواهر وهي تتكفل. خلوني في حالة الراجل اللي هو فيها أول، وبعدين ربنا يحلها. جوزك نسي اللي كان فيه عشان عيون ولده، ايش لزومه دحين نفتكره تاني؟ جايك المرة هادي وجايب لك كم شغلانة، ان شاء الله يتمر فيك. ارباحها ومكاسبها هي اللي تجري وراك، مو انت اللي تجري وراها. زي ايه يعني؟ عد على اصابع يدك، مخابز عيش، فول وطعمية، شاورما على الماشي، وشاورما على القاعد. بس بس بس، ايش اللي بتقوله ده؟ اللي زيي وزيك يشتغل الشغل هذا؟ احنا ما راح نشتغل فيها، احنا راح نعطيهم اسماءنا، وفي نهاية كل شهر يجينا المعلوم. ها؟ يعني ايش راح يجينا؟ احنا لنا في الكسب وما لنا في الخسارة، 15 محلات يجينا منها الخير ولحد بيتنا، هذا اللي سموه تستر. أرجوك فهمني يا ولدي، إيش اللي حصل؟
عمري في حياتي ما شفتك بالحالة هذه حزنان. ليه ما رحت شغلك؟ ياسر رد علي يا ولدي، ليه ما رحت شغلك؟ شغلي كان فخ يا أمي، أذيت أبويا وأذيت نفسي عشان أخلص لهم معاملتهم اللي كانت واقفة عند أبويا. ماني فاهمة حاجة. أعطوا له وظيفة مضروبة، لا وظيفة ولا شيء. كان ملعوب اللي سجوه بيني وبين أبويا عشان أضيق الخناق عليه وأخرج من عنده المعاملة. تصوري فصلوني من غير أي سبب، ولا نابني لا أبيض ولا أسود، وفوق كده أذيت أبويا. كان رحت يا ولدي سألت، يمكن أحد يدلك. رحت وسألت الموظفين، قالوا لي إحنا ما نعرفك، راجع مديرك، ومديري سافر من البلد. يعني رايح ترجع زي ما كنت؟ أرجوك يا أمي أبويا لا يعرف، لأنه لو عرف يمكن نفقد للأبد وأكون أنا السبب. قولي له استقلنا الوظيفة عشان ما هو عاجبني شغلهم. الله 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 الله، ايش بالقمر زعلاني هو؟ سيبني في حالي يا لؤي. اسيبك في حالك كيف وانت زعلانه؟ ربنا يريح الخواطر يا ولدي. يا ريت نقدر نريح خاطرك من اللي انت فيه. امي تقبل السواره هذه مني هديه؟ خليها يا لؤي، حطها فوق التسريحه. ما ابغى احد يعرف شيء عنها يا امي، خاصه ابويا. ابوك خليه في اللي هو فيه. يعني قبلتي هديتي؟ أقول مبروك. مبروك يا أمي. أتفضل يا أحلى جدة. جبتها مني؟ من عندي طبعا، وفرت من مكافأة الجامعة وجبت لك هي. طيب إيه المناسبة؟ أبدا ولا حاجة، حبيت أقدم لك هدية، أنت غالية وعزيزة عندي يا جدة. الله يوفقك يا ولدي ويكفيك شر أولاد الحرام. على فكرة فين أخواتي؟ في غرفتهم. طيب أنا رايح لهم بعد إذنك. بعد ما تروح لهم تعال أبغاك. حاضر يا جدة. هاتي يدي كمنا. الله زوجك حلو. هاتي ايدك يا سلوى. ممكن اعرف هذا منين؟ خذي وانت ساكته. لا ما اخذ قبل ما اعرف هو منين وجبت فلوسه من فين. ما هو عيب تقولي لي كلام زي هذا؟ لا ما هو عيب، ايش عرفني تكون سارقه؟ لازم اعرف انت جبت الفلوس هذه منين بعدين اخذ هديتك. يا بنت احفظ لسانك، فاهمه ولا لا؟ انتوا بتتصايحوا عشان خاتم؟ اذا ما تبغيه ولا عجبك انا اخذه. هذا اللي انت فالحه فيه. عساكي ما اخذتي. شوف أبوك وصل وقاعد في الصالة. تعالي معي يا أمي. سلامات يا أبوي، إيش اللي مزعلك؟ سيارته هكعت وتعبته. نصلحها وترجع أفضل مما كانت عليه، ولا يزعل أبوي. 5000 ريال يا ولدي طالب الشركة في إصلاحها. ول دي لو بعتها ما تجيب المبلغ هذا. على قولك أمشي على رجلي أحسن لي. أنا أصلح لك هي وبمبلغ مرة قليل، وفوق كده ضمان سنة ما تخرب. بكم يعني؟ في حدود 100-200 ريال، أكثر من كده ما ياخذ الميكانيكي. ها؟ خذ السيارة وصلحها وأدفع المبلغ من عندك وأنا بعدين أسددك هو. لو حالنا تاعب ستي زي ما هي شايفة، كان زمانها باعت عمارتها. ورطت نفسي وورطت غيري، المقاول خلص الفيلا يبغى له فلوس قد ايه كثرها، لاني قادر اقابله ولاني قادر استلم الفيلا منه. سامعة يا ستي؟ شايفة الحالة اللي احنا فيها؟ شايفة؟ يا بنتي أنا ما عندي مانع أبيع العمارة، بس كلكم تخسروا، وأولهم أنتم. شوف محمود وعواطف واتفق معاهم وبيع نصيبك، بس لا يعرفوا إني قلت لكم. ولا ما أوافق على البيع؟
الموضوع هذا اتكلمنا فيه كثير، وحكاية بيع العمارة أنا ما أقدر أقرره ولو إني رفضته من زمان. يعني العمارة هذه يا أخويا هي رمز أخوتنا، هي اللي بتمقط عليه، لا تخسرها وتخسرنا معاه. بعد أبونا الله يرحمه لمتنا العمارة هذه وتربينا فيها كلنا، ما حد عارف إيش يصير في الدنيا، خليها لأولادنا. أولادنا وبناتنا أمتحهم في حياتي قبل ما أموت وأنقلهم في الفيلا. الفيلا خالصة يا عواطف، لكن يلزم لها شوية فلوس وأنا ما عندي. خذ من ولدك ياسر ما شاء الله عليه. ياسر وراه جواز وفتح بيت والله يكون في عونه. أجل هذا مو كلامك يا رحيمي، هذا كلامهم ياسر، لأنه هي اللي تحب الفخفخة. فايز أنت لا تتدخل، موضوع بيني وبين أخواني أنت مالك فيه. أنا آسف، عن إذنك. وياسر إيش سوى بعد ما أخذ المعاملة منك؟ مبسوط في 24 قيراط وأنا اللي دفعت الثمن. يعني ما استقال من الوظيفة؟ لا طبعا، يستقيل يروح فين؟ هو ما صدق لقاها. عواطف أنت عارفة حاجة عن ياسر وأنا ما أدري عنها؟ خلينا في موضوع العمارة وبيعها. من ناحيتي أنا شيل فكرة البيع من دماغك، ولا تفكر يجينا واحد ما نعرفه يدخل مكانك. أنا أدور على مصلحتك أنت يا أخويا. خير إن شاء الله، عن إذنك يا عواطف. مع السلامة. المفروض يا عواطف ما تقبلي أي كلام عن بيع العمارة من غير أنا ما أعرف. وإنت إيش لك؟ أنا وأخواني نختلص، لا تصير زي مرة أخويا. مرة أخوك سيطرت على جوزة واستولت على كل شيء، وأنا ولا حاجة. يعني إيه ولا حاجة؟ كان المفروض تكون لي كلمة، ما يصير شيء إلا إذا وافقت عليه أنا. إن شاء الله فاكر نفسك وارث معانا. لا ماني وارث ولا حاجة، بس أنا بحافظ على حقوقك. حقوقي محفوظة، ولا تفكر أبيع أخويا عشان وسخ دنيا. كده يا عواطف أبشري يكون خير. فين ياسر؟ إيش سويت مع أختك وأخوك؟ بقول فين ياسر؟ في غرفته. اللهم اجعله خير يا رب. يا ترى ايش بو ابويا زعلان؟ تلاقيه عرف بموضوع ياسر. ايش مسوي في وظيفتك يا ياسر؟ كل اللي سواه عشانك وعشان خاطرك، ضميره عذب وتعب وقام استقال. نعم كلام ايه هذا؟ انا يا ولدي اخذت جزائي ورضيت به، تقوم انت تعاقب نفسك؟ نفسه ما هي احسن من ابوه؟ من يوم اللي صار لك وهو في عذاب وألم، حتى نوم يا عيني ما كان عارف ينام. أنا سبب هذا كله يا ربي، سامحني يا ولدي سامحني. أنت اللي سامحني يا أبوي، ومدام ربنا معطينا صحة وعافية لا تخاف علي. لا تزعل يا أبو ياسر، ربك يعدلها، وإحنا مين لنا غيرك بعد الله. ونعم بالله، المصايب كركبت علي يا جواهر، ماني عارف ألاقيها منين ولا منين. لا تشيل هم، الأرزاق بيد الله. قوم أنت وياسر في الصالة برا، أمك والبنات سبناهم لوحدهم. قاعد أفاخر وأفتخر قدام الناس بالوظيفة وولدي، ما كنت عارف إن ولدي استقال وساب الوظيفة. الأرزاق بيد الله يا منصور، وإن شاء الله ياسر يلاقي وظيفة أحسن من اللي سابها. لا تزعل يا أبوي، بدام هنا في إيمان صادق ربنا راح يعوضني. يلا يا منصور لا تزعلني منك. وليه أخروا الجواز؟ أخويا ما هو مستعد. لا تكون أمك أثرت عليه. أمي ما لها شغل، هو اللي طلب التأخير. ليه؟ ما لقى شقة؟ ما أدري يا خالة، أنا الحقيقة جايب لك السوارة هذه هدية مني ليكي. ليه كده يا ولدي؟ أنا عزرتك، أنت لسه بتدرس. أنا جبت لأمي وأخواتي وجدتي، وضروري أجيب لك يا رق وأغلى خالة. ربنا ما يحرمني منكم إن شاء الله. هاتي يدك يا هدى. الله جميلة وناعمة يا خالة. خلاص خليها عندك. هو ايه اللي اخليها عندي؟ ولد اختي لؤي اصر الا يهدي. طيب وانا اخذها بمناسبة ايه؟ انت بنتي يا هدى، بنتي، وما عندي اغلى منك. بس هذا كثير يا خالة،
حاجتك انت اخذها انا. هدى لو ما اخذتيها ازعل منك. هو انا اقدر على زعلك؟ ربنا ما يحرمني منك ان شاء الله. الجماعه لا حس ولا خبر، عسى ما يكونوا بطلوا. المفروض احنا اللي نبطل وكل واحد يروح في حاله. موضوع الوظيفه هذا كل يوم يتعثر اكثر من اللازم، وما انا عارف ايش راح اسوي. ما دام امه وراه ما راح يلحق خير. فكنا منهم وريحنا، انا ما هو ناقصني. لو ما كان العريس ولد اخويا كنت تصرفت، لكن ما عليه، اتركيني ادور له على وظيفه وبعدين يصير خير. سافر الظهران، راح في انتداب. راح يغيب كثير؟ يومين ثلاثة بس. تعبت وانا رايح وجاي عليكم، حتى الورقة اللي اداني هي ما مشيت. ربك يعدلها اخي ياسر، انا توظفت بالثانوية العامة، وصار لي ثلاثة سنوات خدمة. ودحين اخذت البكالوريوس. اللي تخرجوا معايا وبعدي اخذوا درجة أحسن مني. وأنا قاعد على درجتي. صحيح، اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. عن إذنك أجيكم بعد يومين. حسبي الله ونعم الوكيل. يا منصور، يا جواهر، يا بنات، ولا أحد بيرد. أنا رايحة أكل لوحدي. أنا أكل معاك يا جدة. وأخوك ياسر ليه ما جاي يتغدى معانا؟ أبويا وأمي وأخواتي كلهم في البيت، لكن الظاهر انا وانت رايحين نتغدى لوحدنا. هو انا رايح يكون عندي نفس اكل وما حد معايا منهم؟ كل يوم على الحال ده يا جده، كلي يا شيخه كلي. ماني عارفه ايش اللي صار في البيت هذا. اقوم اشوف ياسر. خليك يا جده خليكي، خلي اخويا في حاله، اقعدي خلينا ناكل مع بعض. انت ايش بتسوي يا امي؟ بشوف المصاغ اللي جبت لي اياه يا ولدي. انت لسه ما غيرتي مصاغك من ديك الايام يا امي؟ اغيره ليه يا ولدي؟ حتى انا ما بلبسه. بيعيه يا امي ولا ارميه، وانا اجيب لي غيره. الفلوس كثير كثير يا امي. الله يزيدك يا ولدي. ابغى اعرف انت ايش بتشتغل؟ أنا بشتغل في كل شيء، سمسار أراضي وعقارات وكل شيء يخطر على بالك. ولدك ولد يا أمي. صحيح أبوي الله يرحمه مات وما ترك لي شيء، لكن أنا كونت نفسي بنفسي. الله يزيدك يا ولدي. لا لا خير إن شاء الله، بس حبيت أطمئن عليك. طيب طيب، يا مع السلامة. بركيلي يا خالة بركيلي، عمي اتصل يسأل عني. ايش يبغى كمان؟ يظهر كان يبغى يعرف انا حيه ولا ميته. عسى ما طلبتي منه شيء. هو اعطاني فرصه اقول ولا اعيد كلمتين وقفل السماعه. يا خوفي يجي في يوم وانا ماني في البيت ويدخل ياخذك. هو انا طفله اروح معاه؟ بعدين اروح عنده فين؟ وانت امي واختي واهلي كلهم. والله شيء يخوف يا بنتي. اكل نصيبك ونصيبه من ورثه ابوك وما كفاه، وفوق كده مخوفنا. لا تخافي يا خالة، سؤال عمي عني ما هو عشاني، سؤاله عشان يشوف أطالبه بحقوقي عنده ولا نسيت. لا يا بنتي دخيلك، أنسي، لا تجيبي له سيرة. أنا خلاص ما عاد أخرج من البيت وأسيبك لوحدك. للدرجة هذه خفتي يا خالة؟ طبعا يا بنتي، أفضل قلقانة عليك طول ما أنت بعيدة عني. طيب إذا خرجت من البيت ما أرد على التلفون ولا أفتح الباب لأي أحد، إيش رأيك؟ يا هدى، أنت صرتي جزء من حياتي ولا أقدر أعيش من غيرك. وأنا كمان يا خالة سبتي حياتي كلها، ربنا ما يحرمني مني. كده ما تجي تتغدى معانا يا ولدي؟ ما لي نفس يا ستي. لازم يكون لك نفس، أنت شاب يا ياسر. الله يخليك يا ستي، سيبيني في حالي. أسيبك في حالك إذا تحركت. أسعى يا ولدي عشان رزقك. وأنا ما تحركت، حفيت رجولي وأنا أجري. برضك أسعى كمان وكمان. ستنا هاجر دارت بين الصفا والمروة سبعة أشواط تدور على شوية موية لولدها إسماعيل.
وفي الشوط السابع ظهرت لها زمزم. لليوم خيرها علينا الحمد لله. ربنا يا ولدي كان قادر يظهر لها زمزم من أول شوط، لكن حكمة الله كبيرة، عسانا نفهمها.